مرحبا متابعين فوشيا، انا اخصائيه التغذيه ساره اسماعيل. اليوم حابين نحكي عن موضوع ما بعرف قد ايه بتعرفوا عنه، اللي هو البري بايوتكس والبرو بايوتكس. البرو بايوتكس اكيد كلكم سامعين فيهم، لانه هن البكتيريا الحيه اللي بتعيش بالقمعة، البكتيريا الطبيعية يعني اللي بتعيش بالقمعة، وهي اللي بتساعد على نظام صحي أكتر للجهاز الهضمي كله. هيدي لكن الأنزيمات والبكتيريا الحية. البريبايوتكس هي الغذاء اللي هو الألياف اللي الجسم ما بيستعملها، والغذاء لها البكتيريا، بالتالي نحن بحاجة لاثنيناتهم ليكون عنا جهاز هضمي صحي أكتر. يعني إذا كنا عم نعاني من مشاكل النفخة، الغازات، هيدي البكتيريا معناتها أنه عنا في غير توازن صحي بالليفلز للبكتيريا وبالغذاء تبعهم. كيف منساعد انه نحسن هدول التو ليفلز؟ اولا البروبايوتكس فينا نحصل عليها بشكل طبيعي، طبعا في بتلاقوها بالصيدليات، بس فيكم تحصل عليها بطريقه كتير سهله بالاكل نفسه. كيف؟ يوغرت، الروب، في عنا هاي اهم مصادره، عنا الساور دو بريد اللي هو الخبز المخمر، فيكم كمان تحصلوا عليه من السوبر ماركت، وهو اهميته انه في الخميره او بيكون مخمر بطريقه انه بتزيد نسبه البروبايوتكس. فينا نلاقيه كمان بمخلل الملفوف اللي هو الساور كراوت، اللي هو بيكون ملفوف مع ميه الملح، هذا كمان في كتير بروبايوتكس. بقى هدول ثلاث أشياء فيكم تحصل عليهم، في طبعاً مصادر تانية، بس أنا اللي دايماً بنصح فيها وبلاقيها أسهل شيء هي الروب. في كمان الكومبوشا تي اللي هو كمان شاي ايجن فيكم تستخدموه، وهي بتكون طريقة طبيعية لنقدر ندخل البروبايوتكس بشكل مستمر ونزيد كمية البكتيريا بالقمعة. هلأ لنغذي هول البكتيريا نحتاج نحن للألياف، وهيدي الالياف بنقدر نحصل عليها كمان بشكل طبيعي من الوجبات ومن المأكولات اللي بناخذها بشكل يومي، اللي هي فيها تكون من كثير موجوده بالأونيون اللي هو البصل، الثوم، الموز، الشوفان، في كثير الياف، الاسبارجس فيها كثير الياف، والأرضشوكي. الأرضشوكي كثير مهمه، بعرف مش كثير بناكلها دائما وهي خضره موسميه، بس وقتها تكون موجوده يا ريت تدخلوها على النظام لانه كثير فيها الياف وخصوصا البريبايوتكس. بالتالي وقتها هالبريبايوتكس والبروبايوتكس يجتمعوا نقدر نحصل على كتير جهاز هضمي أفضل، وبتقدروا دغري تلاحظوا الفرق بعد أسبوعين، بس أعطوا حالكم دايماً أسبوعين لتقدروا تلاقوا الفرق. كمان في كان دراسة حلوة بتدل على البان العربي، كمان في كتير بروبايوتكس وبريبايوتكس، بقى فينا أمرار نستخدمه نطحنه ونزيده على مي فاترة وندخله بشكل مستمر على غذائنا. لكن ما ضروري دايماً تتكلوا على السبلمنتس الموجودة بالسوق، وإذا اتكلتوا عليها دايماً حاولوا تقروا قديش فيها لايف انزيمز، قديش فيها لايف بكتيريا، يعني قديش بتقدر انه تساعدنا انه تزيد كميه البكتيريا. واذا لا دائما اتكلوا انه نظامكم الغذائي يكون متنوع، يكون في دائما الياف كتير اللي نحصل عليها من الخضره والفواكه، ويكون فيها اشياء بتغذي البروبايوتكس اللي حكينا عنها اللي هي اليوغرت او الروب بشكل اساسي واللبن. مراجعة كمان بسيطة، إذا حبيتوا تشتروا أو تحصلوا على البروبايوتكس اللي هو السبلمنت من الصيدلية، البروبايوتك دايماً هو اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريا، بقى هيدي الأشياء الاثنين لازم تقروا عليها أنها تكون موجودة وكميتها تكون مرتفعة بشكل كافي أنها تساعد الجسم على استخدامها. شكراً.